السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في قناه بشرى شانيل اللي هي قناتي وقناتكم. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. ما تنسوا الاشتراك في القناه ليصلكم كل فيديو جديد وكل خبر جديد، طبعا فضلا منكم وليس امرا. وما تنسونيش من اللايك والتعليق الزوينه ديالكم اللي دائما كتشجعني. صفاء وهناء المغنيتين التوأم المعروفتين كينزلوا على حسابهم الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلي صفاء تنقلات للمستعجلات وتعرضات ليلة أمس لوعكة صحية. فخليكم معايا خوتي حتى نهاية الفيديو باش تشوفوا شنو نزلوا على الحساب ديالهم ودعواتكم لها خوتي بالشفاء العاجل. الله يشفيها ويشفي جميع المسلمين. غادي نخليكم مع الفيديو. وهناء كتقول البارح كانت ليله صعيبه، ادعيوا لصفاء بالشفاء. فدعواتكم ليها خوتي بالشفاء العاجل، الله يشفيها ويشفي جميع المسلمين. شكرا لكم خوتي على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.